كيف لقابك دون لنا نصلي ننادي أبتا أبا أبتا أبا أبتا بالخبز أنت تقوتنا جسما تقدم للتقات بالروح أنت تقودنا وفينا ينادي أبتا في ظل بيتك نحتمي تعطي السلامة للخطى كالابن يرجع يرتمي يتوب لحضنك أبتا أنت المعلم ربنا أنت المنارة في الصلاة كيف اللقاء بك لنا نصلي ننادي أبتا بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. اسمحوا لي في بداية هذا القداس الإلهي أولا أن أرحب بجميع الموجودين ابتداء من سيادة المطران جوزيف جبارة مسنيور ماورو
ممثلي الكنائس الكاثوليكية المختلفة، إخوتي الكهنة، إخوتي الرهبان، إخوتي الراهبات والمؤمنين الكرام، في هذه اللحظة بالذات تجتمع الكنائس الكاثوليكية حول غبطة البطريرك في فلسطين وفي مزار في عيد مريم العذراء سيدة فلسطين لنفس الهدف. نشترك معهم في هذه الصلاة، نصلي من أجل كنيستنا، نصلي من أجل بلادنا، نصلي لكي تنطلق في هذه المسيرة المشتركة معا، مسيرة السينودوس في الأشهر المقبلة. نتحد معا في الصلاة، ولو كانت الأماكن مختلفة ولكن الروح هو الذي يجمعنا بصلاتنا المشتركة. نبدأ أولا بأن نضع أنفسنا تحت حماية أمنا مريم العذراء التي نجتمع في عيدها وفي كنيستها، كنيسة العذراء الناصرية، لتكن هي الشفيعة والحامية والأم لنا جميعا. ونبدأ بفعل تواضع، بفعل طلب مغفرة من الله على جميع خطايانا. أنا أعترف بالله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة أني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. Hallelujah, hallelujah.
اللهم يا من يدبر الأمور بعناية عجيبة، نسألك بحق سيدة فلسطين مريم العذراء أن تدفع جميع الشدائد عن بلادنا، حيث أتم ابنك الوحيد سر الفداء بحب يفوق كل وصف، فنثبت على الإيمان ونخدمك خدمة جديرة بك أنت ذو الجلال، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. قراءة من أعمال الرسل. بعدما صعد يسوع إلى السماء رجع التلاميذ إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرتلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون جميعاً على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلام الرب. سوف تهنئني جميع الأجيال، سوف تهنئني جميع الأجيال. أقامني المولى على جميع مملكته، ودفع إلي تاجه، وأوصاني بتدبير ابنه وترشيحه للملك. سوف تهنئني جميع الأجيال. عليها إكليل من ذهب منقوش عليه عنوان القداسة، وكان زينة كرامة وصنعة براعة. سوف تهنئني جميع الأجيال. تعالي يا ملكتنا يا سيدتنا، تعالي إلى جنتك، إن عرف ثيابك فوق عرف كل طيب. سوف تهنئني جميع. الرب حنان رحيم، ودود ومحب وحليم، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا ذنوبنا. قراءة من سفر رؤيا القديس يوحنا الرسول الأولى. في تلك الأيام انفتح هيكل الله في السماء، فبدأ تابوت عهده في هيكله، ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكباً، وظهرت في السماء آية أخرى، تنين كبير أشقر له 7 رؤوس و10 قرون، على رؤوس
سبعة تيجان، وذنبه يجر ثلث كواكب السماء، فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد، حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه، فوضعت ولدا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه، وهربت المرأة إلى البرية حيث أعد الله لها مكانا، ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول: الآن حصل خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه. رب إلهنا الذي لم يخذل المتوكلين عليه، وبأنا أمته أتم رحمته. هللويا لنقف ونسمع الإنجيل المقدس. سلام لجميعكم. ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. في تلك الأيام امتلأت إليصابات من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني، حتى ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنت، فسيتم ما بلغها من عند الرب. فقالت مريم: تعظم الرب نفسي، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى آمته الوضيعة. سوف تهنئني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع إلي أموراً عظيمة. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. حقاً كلام الرب. المجد لك يا
سيادة المطران، إخوتي الكهنة، إخوتي وأخواتي الراهبات والرهبان والمؤمنين الكرام، في القراءة الأولى قرأنا قصة عليا حيث اجتمع الرسل. نعيد صياغة هذا النص اليوم. اجتمع تلاميذ المسيح وهم بطرس ويوحنا ويعقوب، وخلينا نكمل لأنه اليوم اجتمعنا نحن أيضا للصلاة في هذه العلية مع جماعة التلاميذ. نحن نستمر في التلمذة للسيد المسيح على مثال التلاميذ، على مثال الرسل. فلنضع أسماءنا جميعا في هذه العلية حيث نجتمع جميعا للصلاة. اجتمعوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع، منتظرين حلول الروح القدس. اجتماعنا اليوم لنواظب على الصلاة مع مريم أم يسوع. نجتمع هنا في كنيسة العذراء الناصرية، نجتمع في عيدها لتكون أمنا مريم هي التي تجمعنا حولها، هذه العائلة الجديدة التي تشكلت من التلاميذ تتوسع اليوم لتشمل المؤمنين جميعا، ولتبقى مريم كما كانت في علية صهيون، أن تبقى هي الأم التي تجمع أبنائها من حولها. ننظر إلى الحضور، صورة جميلة لكنيستنا عندما نجتمع جميعا معا، لاتين، روم كاثوليك، موارنة، سريان، كل الكنائس. هذه هي الصورة الجميلة للكنيسة، وفي نفس الوقت نجتمع في نفس اليوم ونفس الساعة التي يجتمع بها باقي أعضاء الكنيسة الكاثوليكية الآن في قداس عيد مريم العذراء في مزارها في دير رفات، مزار سلطانة فلسطين، ويترأس القداس غبطة البطريرك بيير باتيستا، وحوله أساقفة وكهنة ومؤمني الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة. من الجميل أن نشعر أننا جميعا نجتمع لنصلي معا. نجتمع حول مريم، نجتمع في ظل حمايتها، نجتمع لنبدأ السينودس الأبرشي في مرحلته الأولى تحضيرا للسينودس الأساقفة في العالم بأسره بعد عامين. هذه المبادرة هي مبادرة فريدة من قداسة البابا فرانسيس، وهو الذي يفاجئنا أحيانا بمبادراته. أراد أن تشارك الكنيسة بأسرها في السينودس العام للأساقفة. عادة ما كان يجتمع ممثلي أساقفة العالم في روما، وهذا تمثل الكنيسة جمعاء. الآن قرر قداسة البابا أن يبدأ هذا السينودس في الأبرشيات، في الرعاية، أن ينطلق من المؤمنين. وفي رسالته التي وجهها إلى الجميع يطلب أن يشترك المؤمنون جميعا في التفكير والصلاة، وكأنه يطلب أيضا من الكهنة أن يصغوا للمؤمنين. متعودين أن المؤمنين هم الذين يصغون للكهنة، هلا في السينودوس علينا أن نصغي، ويركز جدا على موضوع الإصغاء، أن نصغي لبعضنا البعض ونصغي للمؤمنين. نشارك في الصلاة معا، في التفكير المشترك، في الإصغاء لبعضنا البعض، نعم، ولكن لنتذكر أننا نشترك في الإصغاء لكلمة الله أيضا، الإصغاء جميعا لكلمة الله، طالبين نعمة الروح القدس في مسيرتنا المشتركة ككنيسة. وعندما أقول ككنيسة فهذا يشمل كل المعمدين، من قداسة البابا إلى اللي تعمد بالأمس أو اليوم الصبح، جميعا نحن جميعا هذه الكنيسة. هذه المرحلة ستمتد حتى شهر نيسان للعام المقبل، وبعد هذه المرحلة ينتقل العمل على مستوى القارات، بالنسبة لنا على مستوى مجلس بطاركة الكاثوليك في الشرق، ومن ثم ينتقل إلى المستوى الكنيسة الجامعة تحضيرا لاجتماعات الأساقفة في تشرين أول عام 2023. إذن على أساس هذا العمل الذي سنقوم به في الكنائس المختلفة، على هذا الأساس
سيقام سينودوس الأساقفة في العالم. في كل منطقة تم تعيين منسق لهذه المسيرة. عندنا هنا في الأردن أبونا الأب مودي هنديلي، سيساعده آخرون في مهمته. مش رح نتركك أبونا لحالك حتى أنه نجمع التقارير المختصرة. الموضوع ليس أوراق عمل وتقارير، لا لا، تقارير مختصرة عن اللقاءات المختلفة حتى ينسقها مع المنسق العام للكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة، وحتى تصل إلى مجلس بطاركة الشرق. عنوان هذا السينودوس هو من أجل كنيسة سينودوسية، شركة ومشاركة ورسالة. كلنا نعلم ما معنى كلمة سينودوس، معناها أن نسير معا، السير معا، هذا هو طابع الكنيسة. من أجل أن نبني شركة فيما بيننا ونشترك مشاركة في حياة الكنيسة، وأن نفكر معا في رسالة هذه الكنيسة. المطلوب منا جميعا أن نبدأ بالتفكير معا، رهبان، راهبات، كهنة أيضا، القريبون والبعيدون، لنلتقي، لنفكر معا، لنصلي معا، ولنجتمع في ضوء كلمة الله حول مشاركتنا في الكنيسة. الكنيسة كما قلت ليست الكهنة والأساقفة فقط، بل جميع المؤمنين، وقداسة البابا يطلب منا أن نصغي إلى صوت المؤمنين. دور كهنة الرعاية هو تنشيط المؤمنين والإصغاء إليهم حول دورهم في الكنيسة، ما يسعون إليه، ما يعانون منه، ما يحلمون به، كيف نكون في كنيسة شركة معا، كيف نعبر عن هذه الشركة بطريقة فعالة داخل الكنيسة ليشعر الجميع ويعيش الجميع كعضو فاعل في الكنيسة. هذا ما نصبو إليه، أن يشعر الجميع كل في مكانه، كل بحسب المواهب التي منحه إياها الروح القدس، كل في بحسب مسؤولياته، أن يكون عضوا فاعلا في الكنيسة. ما هي مشاركة المؤمنين في عمل الكنيسة وحياتها؟ كيف نستطيع أن ندعم العمل المسكوني في بلادنا؟ وهنالك توجيهات من الكاردينال المسؤول عن سينودوس الأساقفة حول أهمية البعد المسكوني في هذه المسيرة، وأن نناقش هذه المواضيع، وأن نصغي أيضا إلى الكنائس الأخرى غير الكاثوليكية أيضا. ونحن نعلم أكثر من غيرنا في العالم أهمية البعد المسكوني، وأهمية أن نعمل معا كمسيحيين وليس فقط ككاثوليك. ككاثوليك نعم نسير بهذه المسيرة السينودوس، ولكن جميعا نعلم أهمية أن نشهد جميعا وأن نتعاون معا جميعا، وخاصة في هذه المسيرة أيضا في اجتماعاتنا ولقاءاتنا نتساءل حول ما هي رسالتنا نحن هنا في وطننا الأردن. وجودنا المسيحي هنا بكافة أوجه هذا الوجود، وهنا لا أعني بها فقط المؤسسات الرسمية التابعة للكنائس، لا، أعني بها جميع الكنيسة وجميع المؤمنين، لنتساءل معا ما هي رسالتنا في هذا الوطن، كيف نقوم بهذه الرسالة، وكيف يمكن أن نتعاون لتتضح هذه الرسالة ونقوم بها بشكل أفضل. لنتذكر أننا أن نكون كنيسة يعني أن ننطلق، أن لا ننغلق على ذواتنا، بل ننطلق إلى العالم الذي نعيش به، ننفتح لنقوم بالرسالة التي يتطلبها إيماننا. إحنا مش مسيحيين لذواتنا ومن أجلنا، لسنا جماعات منغلقة. من طبيعة الكنيسة أن تكون مرسلة، أن تقوم برسالة. فما هي هذه الرسالة؟ ربما أسأل أسئلة كثيرة، ولكن أترك الموضوع لكم. كيف يمكن لكنيستنا، كيف يمكن لنا جميعا أن نخدم كنيستنا ومجتمعنا ووطننا أيضا؟ فما هي الرسالة التي يطلبها الله منا، الله لخدمة مجتمعنا ووطننا؟ هذه المواضيع بشكل عام، ولا أريد أن أحدد مواضيع بعينها، وهذا ما يتجنبه أيضا
القداسة البابا في رسالته ليترك الموضوع للمؤمنين لنبحث في هذه المواضيع المهمة فيما بيننا. ربما نتساءل أسئلة كثيرة، أترك الموضوع للمؤمنين ليحددوا ما هي الأسئلة المناسبة لهم، ولنبدأ بالتفكير والحوار معا لنسر على ضوء كلمة الله، لنسر مع المسيح كما سار معه تلميذي عمواس وكان يسير معهم في الطريق يشرح لهم الكتب، لنصغي إلى صوت المسيح يشرح لنا الكتب، لنصغي له لكي تنفتح قلوبنا لنفهم رسالته، لنصغي إليه ونسير معه لنلتقي معه في سر القربان الأقدس في كسر الخبز كما حدث لتلميذي عمواس، لنسير معه لكي ننطلق مع تلميذي عمواس العائدين إلى القدس لكي يبشر التلاميذ أنهم رأوا الرب. تحت حماية أمنا مريم العذراء، بالاتحاد مع الكنيسة المحلية أولاً ومن خلال الكنيسة المحلية مع الكنيسة الجامعة في العالم، لنبدأ هذه المسيرة طالبين نعمة الروح القدس ليقودنا إلى ما فيه مجد الله وبناء جسد المسيح الذي هو الكنيسة. آمين. نؤمن بإله واحد، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، عيد أمنا مريم سيدة فلسطين عيد يملأ النفس غبطة وارتياحا، فهو يذكرنا أن السيدة العذراء هي من بلادنا وأنها أضفت على بلادنا من ذاتها شرفا وعلينا كرامة وفخارا. لذلك نصلي من أجل أن يعيد الرب إلى بلاد أمه وبلادنا جمالها وصفاءها وسلامها. من أجل كنيسة القدس أمي جميع الكنائس، لكي تكون بشهادتها وحبها نوراً في وسط ظلمة عالم تجتاحه الشرور. إلى الرب نطلب استجب لنا. من أجل قداسة البابا فرانسيس وبطرياركنا بيير باتيستا وسائر الإكريوس والمؤمنين كافة، لكي يتقووا في حبهم لمريم العذراء كرسي الحكمة وسبب سريرنا. إلى الرب نطلب استجب لنا. أنت
تتشفع العذراء سيدة فلسطين وتصل بنا إلى السلام الحقيقي العادل والشامل في وطننا خاصة وفي الشرق عامة، لكي ننتصر من خلالها على مغريات الشر. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل المرضى والمسجونين والجرحى والأيتام والمسنين والفقراء وجميع المتألمين، لكي تتشفع مريم أم الرجاء لترفع عنهم الآلام وتقدمه لله عن ذنوب العالم. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل فرسان القبر المقدس وجميع المحسنين لهذه الأرض ومحبيها، كي يمنحهم الله كل ما يحتاجونه من نعم روحية وزمنية فيواصلوا عملهم لخدمة الأرض المقدسة ومؤمنيها. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أن تتشفع السيدة العذراء بحبها الوالدي لكي تكون عائلاتنا المسيحية متحدة فتعمل إرادة الله من أجل الخير العام وتقدم الإنسانية وتحضيراً لمجيء الملكوت. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أن يكرم مؤمنو أبرشيتنا في كل مكان العذراء سيدة فلسطين التي تهتم بنا وتحب أرضنا وتسعى لكي تتم رسالة المسيح في حياتنا. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من جعلت أمك المغبوطة أما للمؤمنين وسيدة لبلاد فلسطين وبلادنا، نسألك فآتنا أن نرى في أمك أمنا وسيدة بلادنا وبيوتنا، وأن نعمل بمشيئتك المباركة كما عملت. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. Oh.
صلوا يا الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. كي يقبل الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسمها. يا ربنا لتكن مرضية لديك القرابين التي نرفعها إليك في هذا الاحتفال بملكتنا القديسة مريم، وكما أنك أتيتها فضلاً عظيماً فكذلك اجعل لك منا تقدمة كاملة أبدية بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومعك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلى. إنها لك الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي، وأن نعظمك بأسم التسابيح في إكرامنا اليوم وفي عيد القديسة مريم البتول، تلك قبلت كلمتك الأزلي في قلبها الطاهر فحملت خالقها في حشاها البتولي ثم ولدته، وكان ذلك بدء الكنيسة، وإنها تسلمت عهد حبك الإلهي عند صليب الرب فأصبحت أماً لجميع البشر الذين ولدهم موت المسيح ولادة جديدة روحية. إنها انتظرت والرسل حلول روحك القدس وهي تضم دعاءها إلى أدعيتهم، فكانت بذلك قدوة للكنيسة المصلية المبتهلة. إنها انتقلت أخيراً إلى مجد السماوات فهي ترافق بعطف الأم مسيرة الكنيسة في طرق الأرض، وتسهر على خطوات أبنائها في اتجاههم إلى الوطن السماوي إلى أن يأتي يوم ربنا المجيد. لذلك إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين إياك يا رب نسبح قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت، السماء والأرض مملوءة من مجدك قدوسنا أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينك هذه القرابين التي أتيناك بها فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.
وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدم لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك مع القديسة مريم البتول والدة الإله ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. Ecco ostia nostra reconciliationis proficia atque sumus Domine ad totius mundi pacem atque salute. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra in fide caritate firmare digneris cum famulo tuo Papa nostro Francisco et patriarca nostro Pier Battista et episcopo archiepiscopo Sbara cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Votis uius familie quam tibi astare voluisti adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierum in regnum tuum benignus admitte ubi fore speramus ut simul gloria tua perenniter satiemur per Christum Dominum nostrum per quem mundo bona cuncta largiris. المسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. علمنا إياها السيد المسيح ندعو الله أب لنا جميعا، فنحن جميعا إخوة بهذه الروح لنصلي معا. آه
السلام استودعكم سلامي امنحكم لا تنظر الى خطايانا بل الى ايمان كنيستك وتنازل واولها الوحده والسلام بحسب مشيئتك انت الحي المالك الى دهر الداهرين ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك ايضا بمحبة تبادلوا سلام المسيح. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. أنت ولكن كل كلمة واحدة.
الشمس الغابت عنا وهالنور اللي ضاع منا خليك بدال عنا انت الشمس ما بتغيب عنا يا يسوع
نشكر الله على لقائنا الأخوي حول المائدة المقدسة، نشكر الله على بركة انطلاقة هذا السينودوس الأبرشي بمرحلته الأبرشية بين الكنائس الكاثوليكية. نشكر حضوركم جميعا ممثلين ورؤساء الكنائس الكاثوليكية والجمعيات الرهبانية والمؤمنين، ونشكر حضور الأم الرئيسة الأم صوفي حتى الرئيسة العامة لرهبات الوردية المقدسة. نشكر كل من ساهم في تحضير هذا اللقاء من الناحية الليتورجية ومن الترتيل ووسائل الإعلام، ونخص بالذكر موقع أبونا مركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام وفضائية نورسات. وندعو الجميع بعد هذا اللقاء الروحي الأخوي إلى لقاء أخوي في خارج الكنيسة للضيافة. أهلا وسهلا للجميع. لنصلي. اللهم ربنا، لقد تناولنا الغذاء السماوي في احتفالنا اليوم بعيد القديسة مريم البتول سيدة فلسطين وسائر الأرض المقدسة، فليؤتنا ذلك الغذاء ثمار الفداء، نحن الذين نقيم في الأرض التي قدسها دم ابنك الوحيد وهي دار غربتنا، فنبلغ أخيرا الوطن الأبدي بالمسيح ربنا. آمين. في نهاية القداس لما نسمع على الشماس يقول اذهبوا بسلام المسيح، هذا لا يعني أنه انتهى القداس ارجعوا إلى البيت. نستعمل نفس كلمات السيد المسيح الذي أرسل تلاميذه فقال لهم اذهبوا. فمن تأملنا بكلماته في الكتاب المقدس ومن تغذينا بجسده ودمه لننطلق لنعيش معه ونبشر به. احنوا رؤوسكم للبركة. بارككم الله القدير الرؤوف وأفاض عليكم روح الحكمة والفطنة. آمين. أنعشكم بتعليم الإيمان وثبتكم على عمل الصالحات. آمين. وجه إليه خطواتكم وهداكم سبيل السلام والمحبة. آمين. يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. من كي كل